بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا المجلس 21 في التعليق على كتاب الصيام من سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى. قال رحمة الله عليه: ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم. المقصود أنه جاء في الحديث عن أبي أمامة في ذكر فضل الصيام، في ذكر فضل الصيام، نعم، هنا في هذه النسخة في فضل الصائم، والصواب في فضل الصوم أو في فضل الصيام كما في نسخة، نعم. فهذا حديث في فضل الصوم وفضل الصيام، واختلف في إسناده من حيث أن مهدي بن ميمون رواه عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، قال أخبرني رجاء بن حيوة عن أبي أمامة، ورواه جرير بن حازم، فجعله من طريق ابن أبي محمد بن يعقوب أنه حدثه رجاء عن أبي أمامة أيضا، يعني هذان توافقا في الرواية، لكن خالفهم شعبة فجعل بين ابن أبي يعقوب وبين رجاء بن حيوة راو آخر واسطة، وهو أبو نصر، وسيأتي كما سيأتي، نعم. فهذا المقصود من الاختلاف، والحديث في بيان فضل الصوم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا مهدي بن ميمون قال أخبرنا محمد بن عبد الله ابن أبي يعقوب قال أخبرني رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بأمر آخذه عنك. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قوله مرني من فعل أمر، من فعل أمر، والقاعدة في هذا الفعل وما كان من قبيله أنه إذا جاء صيغة في صيغة الأمر فإن همزه يسقط، إلا إذا كان سبق بحرف عطف، إلا سبق بحرف عطف. فقوله مرني من أمر يأمر مر، فإذا سبق بحرف عطف تأتي الهمزة ومر، نعم. ومثل هذا أكل وأخذ، لكن في أكل وأخذ تحذف الهمزة في كل الأحوال سواء سبق بعطف أو لا. وقول أبي أمامة هذا كان له قصة، كما جاء الحديث عند الإمام أحمد أو عند ابن حبان جاء فيه قصة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أنشأ جيشا فبعثه ليخرج للجهاد، فجاء أبو أمامة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى له بالشهادة، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم سلمهم وغنمهم. فغزوا وسلموا وغنموا، ثم جاء الثانية ثم الثالثة، فقال: يا رسول الله، في كل مرة أقول لك وأسألك أن تدعو الله لي بالشهادة فتقول: اللهم سلمهم وغنمهم. ثم قال: فمرني بعمل أدخل به الجنة. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. ولهذا قيل أن أبا أمامة كان لا يرى في بيته نهارا الدخان، وإذا رؤي ذلك استدل به أنه قد نزل عنده ضيوف. قال: مرني بأمر آخذه عنك، مرني بأمر آخذه عنك، آخذ بالرفع وبالرفع، نعم، ويصح آخذه، نعم، أن يعني يجزم بفعل الأمر في بداية الجملة. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم. عليك اسم فعل أمر، عليك اسم أي إلزم، أي إلزم بالصوم، أي أكثر منه وداوم عليه، والمراد هنا بالصوم الشرعي لا شك، عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لا مثل أي لا عدل، وكما جاء في رواية ستأتينا لا مثل، فإنه فعل التعليل عليك بالصوم، لما لأن الصيام ليس له مثل وليس له ما يعادله وليس له نظير، وليس له نظير لما فيه من كسر الشهوة وحمل النفس على الطاعة وبعد الشيطان عن الإنسان، لأنه تضيق عليه المجاري، فيكونه ذلك فيه بيان فضل الصيام. لهذا جاء بعض الروايات: أي العمل أفضل، أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالصوم لا عدل له، لا عدل له، نعم. ولهذا استدل بعض العلماء كابن عبد البر على تفضيل الصيام، على تفضيل الصيام حتى على غيره من العبادات، وقال: حسبك بكون الصيام جنة من النار فضلا، جنة من النار فضلا. والذي عليه جمهور العلماء
أنها أفضل، لأن الصلاة أفضل، أن الصلاة تفضل الصيام، الصلاة تفضل الصيام، وذلك له أدلة كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله ابن مسعود أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وفي رواية حديث آخر أيضا حسن بعض العلماء خير موضوع الصلاة، فأكثروا منها، خاصة من عمل العبادات. ويدل على ذلك أيضا أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وكذلك يعني آيات جاءت في بيان فضل الصلاة وأحاديث كلها تدل على هذا وعليه. فالمقصود هنا في كون الصوم لا عدل له ولا مثل له ولا نظير له، يعني بعد هذه الأمور التي تفضله كالجهاد، كالصلاة وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فيكون الحديث هذا مؤول على هذا المعنى، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. نعم. فقال النسيح أخبرنا عمرو بن علي الفلاس أبو حفص الإمام المشهور شيخ الكتب الستة ثقة أخرج له الستة، عن عبد الرحمن هو بن المهدي ثقة عالم بالرجال الحديث أخرج له الستة، قال حدثنا مهدي بن ميمون أيضا ثقة، مهدي بن ميمون وهو الأزدي أبو يحيى البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب البصري أيضا ينسب إلى جدي أحيانا، وهو كذلك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال أخبرني رجاء ابن حيوة وهو الكندي أبو المقدام ويقال أبو نصر الفلسطيني، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن أبي أمامة وهو صدي ابن عجلان الباهلي الصحابي المشهور، مشهور بكنيته، سكن الشام ومات بها سنة 86، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. نعم. وهذا الحديث تفرد به النسائي، هذا الحديث تفرد به النسائي، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح، وهو من سداسيات النسائي، ورجاله كلهم رجال الصحيح، مسلسل من البصريين وفيه شاميان. نعم. وهو حديث ثابت وصحيح، حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح تفرد به النسائي. ثم قال رحمه الله تعالى أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير ابن حازم، جرير ابن خازم، هنا جاء في الطبعة هذه ابن خازم، صوابه ابن حازم كما سيأتي التعليق عليه، أن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي حدثه عن رجاء بن حيوة قال حدثنا أبو أمامة الباهلي قال قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به، قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له، وهو يدل على ما دل عليه الحديث السابق، وفقط في الإسناد فيه متابعة جرير بن حازم لميمون بن مهدي في رواية حديث عن محمد بن عبد الله بن يعقوب عن رجاء عن أبي أمامة. وأما الإسناد فقال أخبرنا الربيع بن سليمان، نعم قال أخبرنا الربيع بن سليمان، وهذا مر معنا غير مرة، وهو إما المرادي أو الجيزي، إما هما مصريان ثقتان، كل منهما يروي عن ابن وهب، وكل منهما شيخ للنسائي، فالمرادي أخرج له أصحاب الكتب الستة الأربعة، والجيزي أخرج له أبو داود والنسائي. قال أخبرنا ابن وهب المصري عبد الله بن المصري ثقة فقيه مشهور أخرج له الستة، قال أخبرني جرير ابن خازم، هنا في الطبعة جرير ابن خازم، وهو تصحيف صوابه جرير ابن حازم كما جاء في النسخة الهندية وفي السنن الكبرى، أما ما في المطبوع ابن خازم بالخاء المعجمة من فوق فهذا تصحيف فليتنبه، وإنما هو جرير بن حازم ابن زيد الأزدي أبو النضر بصري، وهو والد وهب بن جرير مشهور مكثر ثقة، إلا في قتادة ففيه ضعفون ولو أوهام إذا حدث من حفظه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن محمد عن رجاء عن أبي أمامة وقد سبق. ثم قال نسي أخبرني عبد الله بن محمد الضعيف، عبد الله بن محمد الضعيف شيخ صالح والضعيف لقب لكثرة عبادته، قال حدثنا يعقوب الحضرمي قال حدثنا شعبان محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن أبي نصر عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، فإنه لا عدل له. وهذا الحديث
بمعنى ما سبق، إلا أن في الإسناد فيه هذه المخالفة التي أشرنا إليها في ترجمة الباب. نعم. قال أخبرني عبد الله بن محمد الضعيف، عبد الله بن محمد الضعيف، وهو عبد الله بن محمد الضعيف الطرسوسي، أبو محمد معروف بالضعيف، ثقة، حديثه عند أبي داود والنسائي، حديثه عند أبي داود والنسائي. وقوله لقب بالضعيف، قال النسائي شيخ صالح، والضعيف لقب لكثرة عبادته، لكثرة عبادته، ووصفه بالضعيف قيل لكثرة عبادته، قيل لكثرة عبادته، وقيل لإتقانه في الضبط، وقيل كان ضعيف الجسم لا في الحديث، يعني كان نحيفا. وهذا كما قال شيخنا العباد حفظه الله تعالى من الأوصاف التي هي على خلاف ما يتبادر إلى الذهن، قد يتبادر إلى الضعيف يعني في الحديث، لا، المقصود الضعيف لكثرة عبادته أو لقوة حفظه أو لضعف ونحوفة في جسمه، وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي. قال حدثنا يعقوب الحضرمي، يعقوب ابن إسحاق بن زيد الحضرمي أبو محمد المقري النحوي مصري، وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي في الشمائل وأبو داود النسائي وابن ماجه. قال حدثنا شعبان بن الحجاج الواسط الإمام، أول من تكلم في رجال العراق، وحديثه عن أصحاب الكتب الستة، عن محمد بن عبد الله بن يعقوب وقد سبق، عن أبي نصر، عن أبي نصر، أبو نصر هنا النسائي الإمام ابن حجر رحمه الله ذكر أنه مجهول، أن الإمام ابن حجر ذكره في التقريب وقال مجهول، وكذلك الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال قال لا يدرى من هو، لا يدرى من هو. نعم. ولكن ابن حبان في صحيحه والحاكم في استدراكه صرح بأن أبا نصر هذا هو حميد بن هلال، حميد بن هلال. فابن حبان لما ذكر الطريق عن شعبة بإسناده قال قال أبو حاتم أبو نصر هذا هو حميد بن هلال، ولست أنكر أن يكون محمد بن أبي يعقوب سمع هذا الخبر بطوله على الرجاء إلى آخر ما ذكره. وأما عبارة ابن الحاكم في المستدرك قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه محمد بن يعقوب، هذا الذي كان شعبة إذا حدث عنه يقول حدثني سيد بني تميم، وأبو نصر الهلالي هو حميد بن هلال العدوي، حميد بن هلال العدوي، ولا أعلم له راوي عن شعبة غير عبد الصمد، وهو ثقة مأمون. وهذا الكلام من الحاكم في المستدرك وافقه عليه الذهبي، وافقه عليه الذهبي وإن كان خالفه في الميزان، ونسبه شعبة إلى بني هلال فيما نقله عن البخاري في كتابه التاريخ الكبير. فحاصل أن أبا نصر هذا ليس مجهولا لا يعرف، بل هو حميد بن هلال، حميد بن هلال، وحميد فهو حميد ابن هلال. نعم. بخلاف ما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه مجهول. نعم. وأما حميد ابن هلال فهذا مترجم، حميد بن هلال مترجم عند التقريب حميد بن هلال العدوي أبو نصر البصري، ثقة عالم توقف فيه ابن سيرين دخولي في عمل السلطان، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وشيخنا العباد حفظه الله تعالى ورعاه ذكر كما ذكر ابن حجر في التهذيب، قال الهلالي مجهول أخرج له النسائي فقط، قال وفي تعليقه عن الإسناد ولا يؤثر كون هذا السند فيه مجهول لأن الحديث جاء من طرق أخرى فهو ثابت من هذه الطرق، لكن الهضر ما ذكره ابن حبان والحاكم كما أفاده العلامة محمد آدم الإثيوبي حفظه الله تعالى ورعاه ومتعه بالصحة والعافية وأطال عمره في طاعة الله عز وجل، أن أبو نصر هو حميد بن هلال، حميد ابن هلال، وهو العدوي البصري، ثقة عالم، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. نعم. فهنا شعبة خالف كلا من جرير بن حازم ومهدي ابن ميمون، فهما رواياه عن محمد عن رجاء عن أبي أمامة، وشعبة رواه عن محمد عن أبي نصر عن رجاء عن أبي أمامة، فأدخل بين محمد ورجاء أبا نصر، أدخل أبا نصر. ولا شك أن الطريق الذي فيها التي فيها بإسقاط الواسطة صحيحة، لأن محمد بن عبد الله بن يعقوب صرح بالسماع، قال أخبرني رجاء بن حيوة، وأثبتوا سماعه منه، أثبتوا سماعه منه وعليه. فطريق شعبة هذه يعد إدخال أبي نصر بينهما يعني أيضا طريقة، طريق صحيح.
وشعبه معروف بالحفظ، ولا يحكم على هذا انه من باب المزيد في متصل الاسانيد، لانه يترجح صحه ذكر الواسطه. وكان محمد بن يعقوب سمع الحديث كلا، وسمع بعضه كلا عن رجاء، وسمع بعضه ايضا بنصر عن رجاء، فكان يحدث مره هكذا ومره هكذا. وهذا الذي ذكره كل من ابن حبان وكذلك الحاكم. قال: ولست انكر ان يكون محمد بن يعقوب سمع هذا الخبر بطوله عن رجاء، يكون سمع هذا الخبر بطوله عن رجاء، وسمع بعضه عن ابي نصر، وسمع بعضه عن ابي نصر. هذا الذي ذكره كل من ابن حبان وكذلك الحاكم. قال: وسمع بعضهم عن حميد بن هلال، فالطريقان جميعا محفوظان. هكذا قال ابن حبان في صحيحه، وأيضا نحو ذكر الإمام الحاكم رحمة الله تعالى على الجميع. نعم. ثم قال النسائي رحمه الله تعالى: طيب، لا عدل له. العدل هنا بمعنى المثل والنظير والمساوي، يقال العدل ويقال العدل، وهما بمعنى واحد، معنى واحد يعني مثل. وقيل العدل ما بالكسر مثل الشيء من غير جنسه، والعدل بالفتح مثل الشيء من جنسه، وقيل هما بمعنى واحد. ثم قال: نسيح والله يحيى بن محمد وهو ابن السكن أبو عبيد الله، قال: حدثنا يحيى بن كثير، قال: حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب الضبي عن أبي نصر الهلالي عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وهذا نفس الطريق السابق عن شعبة، لكن جاء هنا من طريق يحيى بن كثير عن يحيى بن كثير عن شعبة، والسابق هو من طريق يعقوب الحضرمي عن شعبة، ففيه متابعة لشعبة، والطريق هو نفسه بإدخال واسطة بين محمد ورجاء. وهنا أن شعبة قد نسب أبا نصر إلى أنه الهلالي، فهو حميد ابن هلال الهلالي، نسبه إلى بني هلال، نعم، فهو الهلالي، نعم. وأما لجلس ند فقال النسائي رحمه الله تعالى: حد أخبرنا يعقوب بن محمد وهو ابن السكن أبو عبد الله، وهذا صدوق، خرج البخاري وابو داود والنسائي، نعم. قال: حدثنا يحيى ابن كثير، يحيى ابن كثير وابن درهم العنبري ابو غسان البصري خراساني كذلك ثقه، خرج له اصحاب كتب السته. قال: حدثنا شعبه سبق، ومحمد سبق، وابو نصر سبق، ورجاء وابو امامه الكل سبق ذكرهم، نعم. قال النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن سمرة. طيب، هنا فيه فائدة، وهو أن بعض نسخ النسائي جاء فيها على مثل هذه: حدثنا يحيى بن كثير، قال: حدثنا شعبة عن محمد بن يعقوب، نعم، عن محمد بن يعقوب. وفي بعض النسخ قال: شعبة حدثنا عن محمد بن يعقوب، يقول يحيى بن كثير قال: شعبة، قال شعبة حدثنا عن قال شعبة حدثنا عن محمد بن يعقوب، والمعنى واحد، المعنى واحد. حدثنا هنا ليست مبنية للمفعول أي حدثنا، فيكون فيه سقط وانقطاع، وإنما هي مبنية للفاعل حدثنا، وهذا وارد ويستعمله رواة الحديث، وموجود مثله في البخاري وفي غيره من الكتب، وهو أن يذكر الراوي ثم صيغة التحمل، ثم صيغة التحمل، هذا وارد. وأشار إليه الحافظ ابن حجر في تعليقه على في كتابه الفتح الباري شرح صحيح البخاري، ذكر أن هذا مما يستعمله البخاري وغيره من أئمة الحديث. ثم قال النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال: حدثنا المحاربي عن فطر، قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن الحكم بن عتيبة عن ميمون ابن أبي شبيب عن ابن أبي شبيب عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. جنة بمعنى سترة، جنة بمعنى السترة، بمعنى السترة. وهذا الحديث جاء من طرق كثيرة، جاء من طرق كثيرة. فمعنى جنة أي وقاية وحماية وستر، وستر. وأصل الحديث موجود في الصحيحين من حديث أبي هريرة
قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، الصيام جنة. نعم، الصيام جنة، لكن من حديث أبي هريرة، وهنا جاء من حديث معاذ، من حديث معاذ، وكذلك جاء بألفاظ كثيرة وعن صحابة كثر، ومنها لفظ أبي هريرة عند سعيد المنصور: الصوم جنة من النار. ومن حديث عائشة للنسائي أيضا: جنة من النار سبق. وكذلك من حديث عثمان بن أبي العاص عند النسائي: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال، سبق. وعند أحمد أيضا حديث أبي هريرة: جنة وحصن من حصين من النار. ومن حديث أبي عبيدة عند النسائي سيأتينا: الصيام جنة ما لم يخلقها، وزاد الدارمي: ما لم يخلقها بالغيبة، وسيأتي الكلام عليها. والمقصود هنا كونه جنة أن يقي صاحبه من النار، وهذا الأظهر وهذا المعنى الأقرب كما جاء في الروايات: جنة من النار، جنة أحدكم من النار، جنة من النار، أو كجنة أحدكم من القتال. نعم، هذا المعنى، أنه جنة من النار. وذكرت معاني أخرى ترجع إلى هذه، قيل جنة أن يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات، وهذا يعد له سترة من النار. وقيل سترة يعني بحسب مشروعيته، فينبغي للصائم أن يصونه مما يفسده وينقص ثوابه، بدليل بعض الروايات التي فيها: فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفض، إلى آخره. وقيل سترة بحسب فائدته، وهو إضعاف شهوات النفس، ولهذا قال: يدع شهوته وطعامه من أجلي. وقيل سترة بحسب ما يحصل من الثواب تضعيف الحسنات، وقيل معناه سترة من الآثام أو من النار أو من جميع ذلك، وهذا اختاره النووي، أي كل المعاني السابقة. ولهذا قال ابن العربي: إنما كان الصوم جنة من النار، لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات، وهذا المعنى سبق ذكره. والحاصل كما قال ابن حجر: إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة. وسيأتي في حديث أبي عبيدة ذكر ما لم يخلقه، وزيادة ما لم يخلقه بالغيبة، واختلاف أهل العلم في كون الغيبة تفتر أو لا تفتر، على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وأما إسناد الحديث فقال النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن سمرة، ابن سمرة، وهو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. قال: حدثنا المحاربي، المحاربي هو عبد الرحمن ابن محمد بن زياد أبو محمد الكوفي، لا بأس به، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن فطر، فطر هو ابن خليفة المخزومي، ابن خليفة المخزومي، وهو أيضا صدوق، خرج البخاري أصحاب السنة الأربعة. قال: أخبرني حبيب ابن أبي حبيب ابن أبي ثابت، حبيب بن أبي ثابت أبو يحيى الكوفي، ثقة فقيه يرسل ويدلس، وقد خرج له أصحاب الكتب الستة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحكم بن عتيبة، عن الحكم بن عتيبة الكندي، أيضا أبو محمد كوفي، ثقة ثبت فقيه ربما دلس، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ميمون ابن أبي شبيب، ميمون ابن ابي شبيب الربيع ابو نصر كوفي، صدوق كثير الارسال، اخرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم اصحاب السنه الاربعه. عن معاذ ابن جبل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وارضاه، من علماء الصحابه وفقهائهم رضي الله تعالى عنه وارضاه، وخرج له اصحاب الكتب السته. وهذا الحديث تفرد به النسائي، تفرد به النسائي، ورجاله ثقات، ورجال رجاله ثقات، أو يعني رجاله يقبل حديثهم، لكن قد يقال ها هنا أن فيه عنعنت، فيه عنعنت حبيب بن أبي ثابت لأنه مدلس. وكذلك ميمون ابن أبي شبيب قيل أنه لم يدرك معاذ بن جبل رضوان الله تعالى عليه. نعم، وبالتالي فيكون التضعيف من أجل الانقطاع والعنعنة من حبيب بن أبي ثابت، لكن هذا الحديث له شواهد كثيرة، له شواهد كثيرة، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الصوم جنة، وجاء من حديث عائشة ومن حديث أبي عبيدة كما سيأتي، فله شواهد كثيرة يتقوى بها، يتقوى بهذه الشواهد. ثم قال النسائي: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وهذا الحديث هو نفس الحديث السابق، لكن أراد النسائي هنا أن يشير إلى الخلاف في الإسناد. فالحديث السابق رواه فطر عن حبيب عن الحكم عن ميمون عن معاذ، وأما هنا فيرويه
سليمان والمقصود به الأعمش، عن حبيب، عن حبيب والحكم. فهنا يرويه عن الحبيب بن أبي ثابت والحكم، والحكم عن ميمون. نعم، بخلاف الحديث السابق فحبيب يرويه عن الحكم والحكم يرويه عن ميمون، أما هنا فسليمان يرويه عن حبيب ويرويه كذلك عن الحكم، وكلاهما يرويه عن ميمون. فأراد النسائي أن يشير إلى الاختلاف في هذا الإسناد من هذه الناحية. وأما رجال الإسناد فقال أخبرنا محمد بن مثنى وهو الملقب بالزمن ثقة الإمام حديثه عند أصحاب كتب ستة، قال حدثنا يحيى بن حماد، يحيى بن حماد بن أبي زياد الشيباني أبو بكر، يقال محمد بصري، بصري ثقة عابد، خرج له البخاري ومسلم وابو داود الترمذي في، خرج له مسلم وابو داود البخاري ومسلم وابو داود في النسخ والمنسوخ والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم، عن ميمون ابن ابي شبيب، وقد سبق عن معاذ بن جبل رضي الله، لا قبل ذلك محمد الثنا قال حدثنا يحيى بن حماد، يحيى بن حماد نعم، قال حدثنا ابو عوانه، قال حدثنا ابو عوانه وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري ثقه خرج له السته، قال اخبرني حبيب بن ابي ثابت، حبيب بن ابي ثابت سبق، سبق معنا، سبق والحكم او قبل ذلك ابو عوانه قال عن سليمان، عفوا ابو عوانه عن سليمان، سليمان هو ابن مهران الاعمش، سليمان بن مهران الاعمش وهو ثقه مكثر وفيه تدليس حديثه عند اصحاب الكتب السته، حديثه عند اصحاب الكتب السته. قال سليمان عن حبيب بن ابي ثابت والحكم وميمون، عن ميمون عن معاذ، وهؤلاء كلهم سبق ذكرهم. والحديث فيه ما في الحديث السابق فيه سليمان الأعمش ومدلس قد عن و، لكن يرويه عن الحبيب والحكم وكلاهما يرويه عن ميمون، ويبقى أيضا فيه الانقطاع بين ميمون ومعاذ لكن له شواهد يصح بها كما ذكرنا. ثم قال النسائي أخبرنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، وهذا اللفظ هو نفس اللفظ السابق لكن أشار هنا أيضا إلى اختلاف آخر فجعله محمد بن جعفر اللي هو غندر عن شعبة يرويه عن الحكم بن عتيبة، لكن شيخ الحكم هنا هو عروة بن النزال وقيل النزال بن سبرة يحدث به عن معاذ، فخالف الإسناد السابق من حيث كون شيخ عتيبة الحكم بن عتيبة هو عروة ابن النزال أو النزال بن سبرة وليس ميمون ابن أبي شبيب، وليس هو ميمون ابن أبي شبيب، فالمخالفة من هذه الجهة، من هذه الجهة. نعم، قال النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن سلمة وقد سبق، ومحمد بن بشار بندار ملقب بندار أبو بكر أيضا ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، قال حدثنا محمد وابن جعفر غندر ثقة الإمام من أوثق الناس في شعبة وصابه في آخر أمره غفلة، حديث عند أصحاب كتب الستة، قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي أبو بسطام أول ما تكلم في الرجال بالعراق أخرج أصحاب كتب الستة عن حكم بن عتيبة وقد سبق الكلام عليه، قال سمعت عروة ابن النزال، قال سمعت عروة ابن النزال، النزال نعم، ويقال النزال بن عروة نعم، وجاء النزال بن سبرة نسبة إلى جده، نسبة إلى جده، هذا يروي عن معاذ بن جبل ويروي عنه الحكم بن عتيبة، قد ذكره ابن حبان في الثقات، وروى له النسائي حديث الباب فقط، حديث الباب فقط، والحافظ بن حجر قال فيه مقبول، وحديثه عند النسائي فقط، ومعاذ بن جبل سبق الكلام عليه، نعم. سبق الكلام عليه، نعم. نعم. والخلاف في شيخي الحكم، خلاف الشيخ الحكم، فالحديث السابق من طريقين فيه أن شيخ الحكم هو ميمون، وهنا خالف محمد راويين سابق سبق ذكرهما، فجعل شيخ الحكم هو عروة ابن النزال، عروة ابن النزال، وهذا الحديث أيضا مما تفرد به النسائي، وقد يقال أن هذا يعني قد يكون فيه الخطأ، الخطأ من غندر، أو يقال كلا الطريقين ثابت، ويبقى
الكلام في الانقطاع، وكذلك في عروة بن النزال أن فيه أنه مقبول، ولكن الحديث له شواهد يثبت بها. نعم. ذكر حافظ المزي في التهذيب في تحفة الأشراف، قال: رواه وروح بن عبادة وعمر بن مرزوق كلاهما عن شعبة عن الحكم عن عروة بن النزال أو النزال بن سبرة عن معاذ. قال روح عن شعبة: فقلت له: سمعه من معاذ، يعني عروة بن النزال. قال: لم يسمعه منه وقد أدركه. يعني فيه انقطاع كذلك، فيه انقطاع كذلك، لكن الحديث له شواهد يثبت بها. ثم قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن عن الحجاج عن شعبة قال لي الحكم: سمعته منه منذ 40 سنة. ثم قال الحكم: حدثني به ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل. نعم. وهذا يدل على ثبوت الطريقين، ثبوت الطريقين، فلا مطعن فيهما، يعني كون الحكم رواه عن ميمون عن معاذ، ورواه أيضا عن عروة بن النزال عن معاذ. وأما الإسناد فقال: نسائي أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي. نعم. أخرج له النسائي عن الحجاج، عن الحجاج وهو بن محمد الأعور كذلك المصيصي، حديثه عند أصحاب كتب الستة عن شعبة الحجاج الواسطي وقد سبق. قال للحكم وهو ابن عتيبة: سمعته منه منذ 40 سنة، أي من عروة بن النزال. ثم قال الحكم: حدثني به ميمون. هذا يثبت أنه قد رواه من الطريقين، رواه من الطريقين. ويبقى الكلام في إسناد الحديث على ما سبق ذكره، على ما سبق ذكره. نعم. وفقط بالنسبة لإبراهيم بن الحسن، إبراهيم ابن الحسن وهو المصيصي، وهو المصيصي إبراهيم بن الحسن المصيصي، وهو أبو إسحاق، وهو ثقة، هو ثقة، وحديثه عند أبو داود النسائي. إبراهيم بن الحسن المصيصي ثقة، وحديثه عند أبي داود والنسائي. وأما الحجاج فقلنا الحجاج هو ابن محمد الأعور، الحجاج هو ابن محمد الأعور، وهو كذلك المصيصي، وهو كذلك المصيصي. نعم. وهو ثقة، وهو ثقة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. طيب. قال النسائي بعد ذلك: أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، الصيام جنة. نعم. وهذا في الحقيقة الحديث سبق، الحديث هذا سبق الكلام عليه، فحديثه هذا أصله متفق عليه من حديث البخاري، رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على المعنى السابق. وأما الجالس فقال: أخبرنا إبراهيم ابن الحسن المصيصي ثقة، قال أبو داود النسائي عن الحجاج ومحمد المصيصي ثقة، أخرجه الستة. قال: قال ابن جريج عن الملك بن عزيز ثقة يرسل الدين، أخرجه الستة. قال: أخبرني عطاء وهو ابن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح ثقة فقيه عالم من مناسك مكي، أخرجه الستة. عن أبي صالح الزيات ذكوان ثقة، أخرجه الستة. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ثم قال النسائي: أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن جريج قراءة عطاء قال أخبرنا عطاء الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. وهذا كذلك سبق، سبق في الحديث كذلك، وذكرنا أن فيه الخطأ من عبد الله المبارك في تسمية شيخ عطاء بعطاء الزيات، بعطاء الزيات، هذا سبق الكلام عليه. نعم. وأما الجلسة قال: أخبرنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم هو أبو نعيم، محمد بن حاتم أبو نعيم ثقة، أخرج له النسائي فقط. قال: أخبرنا سويد وهو سويد بن نصر المروزي ثقة، أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي، وهو راوية عبد الله بن مبارك، عبد الله بن مبارك المروزي ثقة ثبت فقيه حافظ عابد ورع زاهد مجاهد، اجتمع فيه خصال خير، وحديث عند أصحاب كتب ستة. ابن جريج سبق، وعطاء بن أبي رباح سبق. قال هنا: أخبرنا عطاء الزيات، وهذا خطأ، خطأ وقع فيه الإمام عبد الله المبارك
وقد ذكرنا كلام النسائي الذي نقله المزي أنه قال عبد الله المبارك أجل وأكبر، ولكن وقع منه الوهم ها هنا فسماه عطية الزيات، وصوابه أنه أبو صالح الزيات. وفي بعض النسخ للنسائي قال هنا عن عطاء قال أخبرنا أبو صالح الزيات، وهذا خطأ، وهذا خطأ، لأن عبد الله المبارك مع جلالته وإتقانه رواه عن عطاء الزيات، وقيل أنه خطأ منه، خطأ منه، وهذا سبق الكلام عليه. ثم قال النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن حبيب عن سعيد ابن أبي هند أن مطرفا رجل بني عامر بن صعصعة تحدثه أن عثمان بن عفان بن أبي العاص دعا له بلبن ليسقيه، فقال مطرف إني صائم، فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال، من القتال. هذا الحديث من طريق عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه أنه دعا بلبن ليسقيه، ليسقي هذا مطرفا، فقال اعتذر المطرف بأنه صائم، فبشره عثمان بفضل الصيام، قال الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال، الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. هذا حديث النسائي من طريق عثمان ابن أبي العاص. أما رجال الإسناد فقال أخبرنا قتيبة هو ابن سعيد، قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني البرخي ثقة إمام، أخرج أصحاب كتب ستة. قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد المصري، الليث بن سعد المصري الثقة الفقيه المشهور أخرج له الستة. عن يزيد بن أبي حبيب ابن يزيد بن حبيب هو المصري أيضا ثقة ثبت يرسل، أخرج له الستة. عن سعيد بن أبي الهند، سعيد بن أبي هند أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أن مطرفا، مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير البصري، البصري نعم، وقال رجل بني عامر بن صعصعه، وحديث ثقه حديث اصحاب الكتب السته، ان عثمان بن ابي العاص وهو الثقفي الطائفي خرج له صحابي مشهور رضي الله عنه وارضاه، اخرج له مسلم واصحاب السنن الاربعه. الصيام والحديث صيام جنه كجنه احدكم من القتال، وسبق ذكر معناها. ثم قال النسائي رحمه الله تعالى اخبرنا علي بن حسين قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن اسحاق عن سعيد بن ابي هند عن مطرف قال دخلت على عثمان ابن ابي العاص فدعا بلبني فقلت اني صائم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة من النار كجنة احدكم من القتال، وهو بمعنى الحديث السابق. والحديث السابق اخرجه النسائي واخرجه ابن ماجه ايضا، اخرجه النسائي واخرجه ابن ماجه، ورجاله رجال الصحيح، رجاله رجال الصحيح، وهو حديث ثابت يدل عليه ما دل عليه الحديث السابق والاحاديث الاخرى التي اصل في الصحيحين كحديث ابي هريره الصيام جنة، فالحديث صحيح، الحديث صحيح. نعم. وأما رجال الإسناد قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا علي بن الحسين وهو الدرهمي بصري، علي بن الحسين الدرهمي بصري، بصري، وهو صدوق أخرج له أبو داود النسائي. قال حدثنا ابن أبي عدي منسوب نسب إلى جده هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة أخرجه الستة. عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صاحب المغازي صدوق يدلس، أخرج البخاري تعليق مسلم صحيح السنن أربعة. عن سعيد بن أبي هند، سعيد ابن أبي هند نعم، وهو نعم سعيد ابن أبي هند كذلك، سعيد ابن أبي قال عن سعيد ابن أبي هند، سعيد بن أبي هند أظنه صدوق، سعيد ابن أبي هند صدوق نعم، عفوا سعيد ابن أبي هند نعم، سعيد ابن أبي هند الفزاري، سعيد بن أبي هند الفزاري ثقة أرسل عن أبي موسى، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. المطرف ابن عبد الله بن الشخير الثقة المشهور، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال دخلت على عثمان وهو صحابي سبق ذكره. ثم قال النسائي رحمه الله تعالى أخبرني زكريا بن يحيى، أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو مصعب عن المغيرة بن عبد الله، عن المغيرة عن عبد الله بن أبي بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند قال دخل المطرف على عثمان نحوه مرسلا، قال دخل المطرف على عثمان نحوه مرسلا، يعني نحو الحديث السابق لكن مرسل، لكن هنا مرسل نعم. وجه الإرسال أن سعيد بن أبي هند قال دخل مطرف ثم ذكر القصة، ذكر القصة، هذا وجه الإرسال، وجه الإرسال أنه ماذا
سعيد بن أبي هند هنا لم يروه عن مطرف، وأن مطرف ذكر القصة، وإنما رواه سعيد بن أبي هند قال دخل مطرف على عثمان، وسعيد بن أبي هند لم يدرك القصة، لم يدرك القصة، ولهذا فطريقة الرواية ها هنا تعد مرسلة، تعد مرسلة. وهذا أشار إليه الإمام أحمد لما سئل، قيل له، قال أحدهم عروة، أن إن رجلا قال عروة أن عائشة، وعروة عن عائشة قالت يا رسول الله سواء، قال ليس هو بسواء، قال ليس هو بسواء. وجه ذلك أن الراوي إذا روى عن شيخه وعن شيخه ثم ذكر القصة فهذا يعد متصلا، أما إذا قال حكى هو القصة ولم يحضرها فهذا يعد مرسلا. وإلى هذا أشار أئمة الحديث كما جاء في كتب المصطلح، ومن ذلك قول ابن الأبناسي، قول الأبناسي في الشذى الفياح من علوم ابن الصلاح، قال القاعدة، القاعدة في معرفة المتصل من المرسل إذا كان الراوي إذا روى حديثا فيه قصة أو واقعة، فإن كان أدرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض الصحابة، فإن كان الراوي لها صحابيا أدرك تلك الواقعة فهي متصلة سواء شاهدها أم لا، وإن لم يدركها فهو مرسل صحابي، وإن كان الراوي تابعيا فهو منقطع، وإن روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعها كان متصلا، وإن لم يدركها فإن أسندها إلى الصحابي كانت متصلة أيضا، وإن لم يدركها ولا أسندها إلى الصحابي فهي منقطعة. كذلك هنا سعيد يروي عن المطرف أن مطرف وقع له أن دخل على عثمان، فهذه القصة المطرف هو الذي حضرها ورواها لسعيد فتعد متصلة، لكن أن يقول سعيد دخل مطرف على عثمان هو ما حضر القصة، ما حضر القصة، فهذا وجه إرسالها، هذا وجه إرسالها. وأما الاستاذ فقال أخبار، قال نسي أخبار زكريا بن يحيى، زكريا بن يحيى وهو السجزي، زكريا بن يحيى السجزي، نعم ثقة أخرج له النسائي، نعم. قال حدثنا أبو مصعب، قال حدثنا أبو مصعب، أبو مصعب وهو أحمد بن بكر مشهور بكنيته، مشهور بكنيته مدني زهري ومدني فقيه صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن المغيرة، المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي صدوق، أخرج البخاري وأبو داود النسائي وابن ماجه، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عبد الله بن سعيد بن أبي هند وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة، نعم. عن محمد بن إسحاق قد سبق، عن سعيد بن أبي هند وقد سبق، دخل مطرف على عثمان إلى آخره، مرسل من نحوه مرسل، قال هو مرسل يعني هو مرسل، وجاء بعض النسخ مرسلا يعني رواه مرسلا يعني رواه مرسلا، ووجه الإرسال هو ما ذكرناه. وإليه أشار السيوطي في ألفيته لما قال وكل من أدرك ما له روى متصل وغيره، وغيره قطعا حواء، أي نعم، يعني إذا كان روى ما أدركه من قصة فهو متصل، أما إذا روى قصة لم يدركها ولم يسندها إلى من أدركها فهذا يعد من قبيل الإرسال، من قبيل الإرسال، نعم نعم. والنسائي ذكر هذا الطريق إشارة إلى الخلاف الذي ورد في حديث سعيد بن أبي هند، فجاء موصولا وجاء مرسلا منقطعا، والموصول أرجح لأن ابن أبا، لأن ابن أبي عدي يرويه عن إسحاق، ومحمد بن إبراهيم ابن عدي، ابن أبي عدي أحفظ وأوثق من عبد الله ابن سعيد ابن أبي هند. ثم نعم، ثم قال النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا يحيى ابن حبيب ابن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا واصل عن بشار ابن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف قال، قال أبو عبيدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة ما لم يخرقها، الصوم جنة ما لم يخرقها، الصوم جنة ما لم يخرقها. هنا طريق آخر، طريق آخر لهذا الحديث من طريق أبي عبيدة، نعم، قوله ما لم يخرقها وما لم يخرقها، نعم، الخرق هو التمزيق، والشق خلق الشيخ شقه ومزقه، شقه ومزقه، نعم. فالصوم جنة ما لم يخرق هذا الصوم بشيء، وهذه من روايات الحديث، وهي كذلك عند أحمد، عند أحمد وكذلك عند النسائي، عند النسائي وعند الدارمي أيضا، وزاد فيها ما لم يخرقها بالغيبة، ولهذا ترجم أبو داود لذلك، ترجم أبو داود ذلك الصوم جنة ما لم يخلقها بالغيبة، بالغيبة.
نعم، هذا حديث أبي عبيدة في ما كون الصوم جنة. قال فيه النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا يحيى ابن حبيب، يحيى بن حبيب البصري، وهو ثقة، أخرج له مسلم أصحاب السنة الأربعة. قال: حدثنا حماد، حماد غير منسوب، هنا حماد غير منسوب، فهل هو ابن زيد أو ابن سلمة؟ ابن زيد أو ابن سلمة؟ قالوا: يحيى لم يروي عن حماد بن سلمة، فعليه فالمراد هنا به هو حماد بن زيد، فلا لبس في مجيء حماد هنا غير منسوب، لكون يحيى لم يروي عن ابن سلمة، فهو حماد بن زيد ابن درهم البصري، ثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا واصل، واصل هو من؟ هو مولى أبي عيينة ابن المهلب البصري، صدوق عابد، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه، عن بشار ابن أبي سيف، عن بشار ابن أبي سيف، وهذا قيل فيه مقبول، مقبول، خرج له النسائي وحده. عن الوليد، عن الوليد، انفرد النسائي عنه بهذا الحديث فقط، عن الوليد بن عبد الرحمن، الوليد بن عبد الرحمن، الوليد ابن عبد الرحمن، نعم، الوليد عبد الرحمن أيضا الجرشي، الجرشي الحمصي، ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أصحاب السنة أربعة. عن عياض بن غطيف، عياض ابن غطيف مقبول، أخرج له النسائي فقط. قال: قال أبو عبيدة بن عامر بن الجراح، عامر بن عبد الله بن الجراح الصحابي الجليل المشهور أحد العشرة، وهو أمين هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نعم، وليس له عند النسائي إلا هذا الحديث، وأعاده أيضا، كرره، ولكن لم يروي له النسائي إلا هذا الحديث فقط، إلا هذا الحديث فقط، وهذا الحديث انفرد به النسائي، وفي إسناده كما قال شيخنا العباد مقبولان، لكن الحديث جاء من طريقين وسيأتي من طريق آخر، وهذاك فيه إبهام، وعليه فهو من قبيل الضعيف لا يحتج به، قال الشيخ، قال لا يحتج به، لأن هنا فيه مقبولان، فيه مقبول، وسيأتي من طريقين آخر، من طريقين، جاء من طريقين وسيأتي الطريق الآخر أيضا، لكن فيه إبهام، فهو من قبيل الضعيف، نعم، لكن معناه العام الصوم جنة، هذا له ما يشهد له، له ما يشهد له من أحاديث جاءت عن عائشة وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والحديث هذا قد خرجه أحمد في مسنده، وله فيه قصة، وهو أن أبا عبيدة كان مريضا فجاءوا لزيارته، فدار بينهم حديث، فذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فسبيل 700، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ماز أذن فالحسن بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخلقها، ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطة. نعم، نعم، فهذا الحديث في إسناده الضعف الذي ذكرناه، لكن يتقوى بشواهده. ثم قال النسائي: أخبرنا محمد بن يزيد الآدمي قال حدثنا معا عن خارجة بن سليمان عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام جنة من النار، فمن أصبح صائما فلا يجهل يومئذ، وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه وليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلف، فمن صائم أطوع عند الله من ريح المسك. هنا ذكر حديث عائشة بين طريقي أبي عبيدة، والأظهر أن يكون هذا الحديث أن يتقدم أو أن يتأخر، لأنه الأولى أن يذكر طرق حديث أبي عبيدة ثم يذكر الحديث الآخر، لكن نقف عند هذا الحد، وقد أطلنا مجلس اليوم، ونتم في درس لاحق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.